مثل ريال مدريد في أوروبا، يعني فريق قوي، فريق اليوم عمره أكثر من 100 سنة، 113 سنة، فريق دائما متواجد في البطولات الكل، بطولة أفريقيا وبطبيعة الحال البطولات القارية والبطولات المحلية، وهذا راجع لأن الفريق أسس على قواعد صحيحة. أيوه. يعني هناك فرق تلعب سنة وسنتين وبعد ما تكون، لكن النادي الأهلي دائما متواجد ودائما ينافس، وهذا مكسب للكرة المصرية في الرياضات الكل، يعني الرياضات الفردية أو الجماعية، دائما الأهلي سباق. النادي الأهلي دائما عنده مسؤولين كبار، لأن إذا بقى النادي الأهلي يلعب الأدوار الأولى، لأنه هناك مسؤولين معناتها كبار، مسؤولين كانوا في المستوى، وأعتقد محمود الخطيب من المسؤولين الكبار، نتمنوا له إن شاء الله النجاح والتوفيق. ودائما هذاك النادي الأهلي مدرسة، لماذا؟ لأنه يعطي المثال، هو القدوة للفرق الكل العربية. أيوه. هذا هو كابتن طارق دياب التونسي، وهي دي المفارقة. كابتن طارق دياب اللي شايف النادي الأهلي هو ريال مدريد أوروبا، كابتن طارق دياب اللي بتجمعه علاقة جميلة جدا ودايما بنشيد بيها بكابتن محمود الخطيب وبيزكيه وبيتكلم قد ايه هو ليه انجازاته. المفارقة بقى المهمة ان كابتن طارق دياب هو اللاعب التونسي الوحيد اللي حقق فكرة افضل لاعب على مستوى افريقيا، وده يبين لك ليه هو متزن، ليه هو شخصية سوية، ليه هو مثال للتونسي اللي بيدي الكرة المصرية حقها، وزي ما احنا بنشيد بيه وبنقول ان هو لاعب واسطورة كبيرة. ده بعيدا عن البعض اللي فعلا عنده مشكلة حقيقية، ولو فاكر قصة التمثيل فهو فقط بيجيد التمثيل الكوميدي، مش احنا ابدا اللي بنتفوق في التمثيل فقط. ليه بنستدعي النادي الاهلي؟ لان احنا بنتكلم عن كرة القدم المصرية، اذا كرة القدم المصرية عبارة عن منتخب مصر وانديتها. طبعا النادي الاهلي كبير افريقيا واستعرضنا النتائج، لكن حابين ايضا نشير ان نادي الزمالك هو النادي الحاصل على تاني اعلى بطولات دوري ابطال افريقيا بعد النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي رقم واحد 10 بطولات قارية أو دوري أبطال أفريقيا، نادي الزمالك أيضا 5 بطولات، يعني عندنا من الكرة المصرية 2 أندية متخطيين تاريخ كل الأندية العربية أو دول شمال أفريقيا، مفيش نادي تخطى حاجز نادي الزمالك وهو 5 بطولات، ومفيش نادي أفريقي اقترب حتى من النادي الأهلي وهو 10 بطولات، ولكن زي ما بنتكلم في استوديو ممكن يكون في بعض الأشخاص بيقدموا وجهة نظر من شأنها انها ممكن تعمل أزمة، عندنا برضو استوديوهات محترمة راقية جدا لازم اننا نلقي الضوء عليها تحديدا في تونس، ونطلع نشوف الفيديو المهم ده ونرجع نعقب بعد الفيديو. اليوم معلش الاهلي بصراحة خنقولها وهذيك صحيح، لازم يكون موديل ومرجع للنوادي الافريقيه، حتى عشرات السنين نقولوا فيها ونعملوا عكسها، نعملوا عكسها سياسة تجديد العقود في الاهلي. إذا ملاعب ينجح من العام الأول حتى ديريكت مستناوش اليوم ديانك اللاعب المالي اللي قاعد يقدم في مردود كبير وموجود حتى في المنتخب المالي واللي جاته عروض كبيرة خاصة من جالاتاسراي، العقد نتاعو ملي كان يوفى صحوا له العقد الأول 2022، اليوم العقد نتاعو 2025 على خاطر قادرة باش تخلصوا أكثر من اللي باش تعطي جالاتاسراي. ليه وفما استراتيجية وحاجة أخرى على العقود هذا وليد، حاجة أخرى على العقود ما تلقاهاش في تونس على العقود اللي صارت تو حسام عاشور ورمضان صبحي كل اللي هما معناتها حسام عاشور أكثر لاعب متوج في الأهلي وقائد فريق رغم انه خروجه كان ليه هما واضحين تتغش مش على روحك، رمضان صبحي تتغش مش على روحك، هو يقول لك ثم تروا كاتيجوري نتاع رواتب، ثم نتاع ال 20 مليون وثم تاع 12 مليون وتاع 5 ملايين، انت مصنف في الكاتيجوري هذيك، ما تجيش تقول انا ميور بيتر تاع شامبيونا وانا احسن واحد نحب راه 25 ثم دي كاتيجوري دو سالير، احنا ما تعرفش تلقى واحد الفوق يخلص في 200 مليون مثلا في الشهر والاخر يخلص في 400 دينار. نشكر طبعا كابتن حسام حاج علي وطبعا المذيع وليد كرفالة لما قدموا بشكل موضوعي جدا ودراسة النادي الأهلي، كنا بنتكلم عن بلاس 90 لا، وقبل كده استعرضنا هنا الإذاعة التونسية أكتر من مرة في أنها بتمنح النادي الأهلي حقه، النهاردة الكابتن حسام حاج علي بيتكلم عن فكرة أن النادي الأهلي هو المرجع، هو النادي الأوروبي في القارة الأفريقية، مش بس كده اتكلم عن فكرة اللي احنا بنتكلم هنا فيها دايما وهي الأهلي فوق الجميع، وقال سياسة تجديد العقود لاعب زي ديانج بيتم تجديد عقده من دلوقتي عشان عنده عقود احتراف، واتكلم عن نقطة تخص لاعبين زي حسام عاشور ورمضان صبحي، النادي الأهلي اداهم وقت هم
خذلوا أنفسهم مع النادي الأهلي، فكان النادي الأهلي دائما يرفع شعار الأهلي فوق الجميع. هي دي مدرسة النادي الأهلي اللي محتاجين يتم تدريسها في أندية كتير عربية على طريقة كلام كابتن حسام حاج علي، قد إيه هو فاهم النادي الأهلي، تاريخه، مبادئه، قيمه، كمان روحه فريق أوروبي فعلا في قارة أفريقيا. أكيد ما فيش حد يقدر ينكر النادي الأهلي زي ما قلت لكم الشمس، لا يمكن حد يتجاهل وجودها أبدا. وعشان كده والمهم جدا إن احنا في الفقرة دي في نهايتها نقول إن مصر وتونس أكبر من أمثال ناصر البدوي كتير جدا. مصر وتونس هي الرافعي اللي كتب حماة الحمى، مصر وتونس هي ابن خلدون ولد في تونس ودفن في مصر، مصر وتونس هي محمد الخضر حسين الوحيد الأجنبي الغير مصري الذي تولى مشيخة الأزهر، مصر وتونس شعبين بقلب وروح واحدة، ولا يمكن أبدا إن حد يغير من ده.